ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ النهارده هنعمل مع بعض انواع كتير من سفره رمضان. افكار، خدوا مني افكار. ده دلوقتي بطاطس هحشيها لحمه مفرومه، اديني قورتها اهي زي ما انتم شايفين، بتقطعي البطاطسايه نصين وبعد كده بتقوري كل جزء بالمعلقه بتاعتها، وبعد كده حشيتها لحمه مفرومه اهي وبقدونس، وبعد كده حطيتها بعد دخلتها جوه الفرن. التحفة زي ما انتوا شايفين شكلها حلو ازاي. ده بالنسبة للبطاطس، سهلة قوي، والأولاد كمان بيحبوا قوي الأكل اللي هو النواشف اللي في الفرن، بتبقى جميلة قوي، طعمها جميل. بصوا شكلها تحفة جدا اهي، وشيك قوي للعزايم عزوفة رمضان، حلوة قوي، هتعجبكم، جربوها، كل الولاد بيحبوها قوي. عملت برضو بيتزا برضو للولاد بيحبوها قوي، سهله كده في الفرن على طول. لا دي حشوه شاورما، دي برضو بتنفع حشوات، تنفع